كتير مننا بيحاول أو بيأمل أو بيتمنى أو بيرجو إنه كل رمضان يجي عليه يبقى عنده فرصة إنه هو يطلع النسخة الأفضل منه، إنه يبقى فيه شيء أحدث وأكثر إيجابية وأكثر طيبة ونفعا منه بعد رمضان. في ناس بتقدر تحقق ده، وفي ناس بيجي رمضان ويفوت وهم زي ما هم. المهم خلينا نتمسك بالرجاء. كتير من الناس دي بنت علاقة كبيرة جدا ومحبة جدا ووطيدة ووثيقة جدا مع البرامج الشهيرة لمصطفى حسني، اللي بتحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا في رمضان، والحقيقة انه طول السنة، يعني كل ما بيعرض البرنامج بيتعاد الناس بتتفرج عليه، لان بتلاقي فيها المساحة دي، مساحة الكلمة الطيبة النافعة، مساحة التعامل مع الآخرين برحمة ومع أنفسنا برحمة. استطاع أن يحصد نجاحا ومحبة مش بس بدلالات الأرقام والفولورز، إنما بالعلاقة الاستثنائية اللي بقت ما بينه وما بين الناس. في رمضان القادم هيكون معانا في برنامج جديد على أون تي في بصير. يتيه في الدنيا من لا يرى حقيقتها بعين قلبه البصيرة، قد يندفع بلا تريث على أشياء كانت تلمع أمام عينيه لكنها تؤذيه، تحسر على النعم المفقودة فحرم قلبه من الامتنان للنعم الموجودة، ثم ما لبث أن أحيا الله عين بصيرته فصار يفرح بالنعمة بلا طغيان، واطمأن قلبه أنه لا يكون في الملك إلا ما أراد حبيبه الملك، فنجا من أمواج الشتات ورسى على شاطئ اليقين. وبدون ألقاب كما طلب هو مصطفى حسني. أهلاً، هو اللي طلب، قال مصطفى حسني حاف. أهلاً. أهلاً بيك. قعدنا نتداول، قال لي أنا مش عايز ألقاب. اهلا بيك وكل عام وانت بخير. كل سنه وانت طيب. اشكرك على الفرصه الكبيره دي. فرصه سعيده جدا، ودي اخر حلقه قبل رمضان. الحمد لله. مش عارفه انت خلصت تسجيل حلقات بصير ولا؟ خلصت الحمد لله على خير. ايه ده انت بتخلص الهوم ورك بدري. ساتر، الحمد لله خلصنا على خير، والفريق يعني كان دايما فوق الظن وفوق التوقع، يعني خلصنا على خير الحمد لله. يعني مش من الناس اللي ممكن تفضل تصور وتخلص اثناء البرنامج ما بيتعرض؟ كنت زمان، لكن دلوقتي الحمد لله بقينا نخطط احسن ونخلص بدري الحمد لله. خبره ولا ادراك بانه الماده اللي بتقدمها مش محتاجه سرعه؟ نعم، ممكن نقول تجربه وخبره، وممكن نقول كمان يعني حسن اداره للوقت. لما بنخش في رمضان بنتسربع شويه، بيبقى في ضغط، ده بيأثر شغلنا كلنا وكله بعقلنا، فلو الواحد يعني اشتغل بتأني طول السنه وقدر يقدم حاجة بدري يخش هو مستريح رمضان. كل سنة وانت طيب، والسمعين كلهم بألف خير. نعمة وعافية. كل دور شريف الله أقامك فيه ليه تمن. رحلة الحياة كلها علاقات بنبنيها عشان تبنينا مش تهدمنا، وعشان تكون سبب راحة بالنا مش عشان تاخد أجمل ما فينا. تعالوا نروح في رحلة نتعلم فيها إزاي نخلي علاقتنا مصدر سعادة وأمان في الدنيا والآخرة. الخوف شعور تقيل على القلب، والعلاقة اللي أصلها خوف بس غالباً علاقة مش متهنية. لكن الخوف مش عكسه الحب، الخوف لو في أقصى الشمال فعكسه في أقصى اليمين الجرأة والتهور والاغترار. والجيل بتاعنا من كتر رفضه للخطاب والوعظ الديني اللي فيه تخويف راح للناحية التانية، افتكر ان ده حب، لكن كان الحب ده فيه جرأة على ربنا سبحانه وتعالى عند بعض الناس. محتاج تعرف إيه اللي تهد فيك وتكسر في رحلتك وتتحمل مسؤولية ترميمه وإعادة بناء نفسك،
وانت مستعين بربك اللي قادر انه يحيي العظام وهي رميم. طول ما انت ماشي في تجارب حياتك، اما بتعدي بتجارب بتبنيك وتكبرك وتزود شخصيتك، فتبقى انت نور لنفسك وسلام ودعم ونفع للي حواليك، او بتعدي بتجارب بتهد فيك، بقى عنده كسرة بسبب طول البلاء، محتاج يعيد ترميم قلبه بعد الكسرة والوجع ده. الصلوات دي عاملة زي جرعة الدواء اللي بتخليك قوي وساكن روحانيا. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. مفيش يأس، أنزلوا الناس منازلهم، اتعامل باحترام مع الطيب عشان ما تخلوش يكفر بالصفة دي. القضية مش بالعدد، القضية بالجودة، وده اللي بيحصل في رحلة الحياة.